Nejma. Nejma, la classe de la FM. تعدى عام وين الأمن كان الحقيقة هو سيد الموقف. ما ننساوش التوانسة كل دائما يشوفوا الحاضر الإيميديا معناتها تاع اليوم، لكن 2016 كان عام فماش ضربات قوية إرهابية، كان في آخر سنة صحيح المقتل حمادي زويري في صفاقس، هذيك ضربة مؤلمة توجع اللي هي الضربة التي قسم الظهر البعير وكانت قوية خلخلت الرأي العام. ونجم نقول لكم أنه زعزعت أنه التونسي عنده الثقة في أن بلاده تحميه، نوصل حتى للكلام هذه معناتها. لكن تعدت 2016 التوانسة إجمالا قرب 8% من التونسيين راضين على أداء الماكينة الأمنية الموجودة في تونس في الأحياء في الحياة العامة، رغم التشكيات العديدة ورغم التحفظات العديدة ورغم أن التونسي اليوم عنده يعني مشكل الأمن. سي حسن زركوني نحب نوضح جوستومون، نحب نوضح اللي هو الآن سوف نحاول من خلال أسئلتنا أن يفرج لنا عن بعض من الدراسة التي قام بها مؤخرا الشهر هذا، الشهر اللي فات بيان فيدامو، واللي هي باش تصدر غدوة، ولكن هو إكراما لنا باش يعطينا شوية. الفكرة أنه معناتها تعدى عام 80% سمحني 80% من التونسيين كانوا معناتها راضين على الأداء العام متاع الأمن، لكن هذه كي نقارنوه باش بالأداء متاع الحكومة أو الوضع الاقتصادي، قرابة 90% من التونسيين ما هوش راضين على الوضع الاقتصادي، فقط 3% راضين برشا على الوضع الاقتصادي، معناتها يوريك انه الوضع الاقتصادي هو المشكله في تونس، ولا الوضع الاجتماعي 80% من التوانسه ما هوش راضين على الوضع الاجتماعي نتاعهم. معناتها كي نقارنوا الوضع الامني بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، نلقاو الوضع الامني احسن برشا من الاداء الحكومات اللي تولت، والا حتى الوضع هو كيفاش مستوى الرضا اعلى. هذا من ناحيه. ثاني شيء بالنسبه ل 2016 هو لازم مع التوانسه اللي شدوه هو المنتدى تاع تونس تونيزيا 2020 هذايا معناتها خلى انه التوانسه يغسبيغ ان بو، فما هكا حسوا انه فما حاجه اللي يجمي يسكخوش عليها، معناتها يمكن ياسر نخرجوا منها من الناحيه الاقتصاديه والاستثمارات وكل. لكن جات ضربه نتاع صفاقس كسرت اغتيال كسرت الثقه، معناتها هو مشكله كلها مشكله تاع ثقه. فسر لنا شويه سورتو بالنسبه لسي محمد الزويري، باسكو يبدو انه فوز انترفيوفي معناتها عطاو قيمه كبيره ياسر للحدث هذا. هو حدث السنه بالنسبه للتوانسه، معناتها بالنسبه للتوانسه 2016 هو حدث السنه. علاش؟ على خاطر كي واحد في دارو قدام دارو يجيوه اجانب ومسلحين ويقتلوه، هذه ضربة في كيان فكرة أنه الدولة هي حامية. احنا كمواطنين توانسة في تونس اش معناتها انتمائنا لتونس وشنو احنا توانسة؟ صح دبار عنا كدراب وذاك وعنا دولة، والدولة هي حاميتنا. هو أول دور ريغاليان نقولها قدام سي محفوظ، شنو هو دور الدولة؟ كي نقولوا أول دور الدولة شنو هو معناتها من أول؟ هو حماية مواطنيها. إذا أجانب يجيو يقتلوك في دارك، مش في معركة ولا مش في حتى في استاد ولا قدام دارك، هذيا كل واحد يولي يخمم يقول ويني أنا؟ شكون حامين؟ نجمة لا كلاس دو لا اف ام.